تعالوا بقى، احنا امبارح كنا بنتكلم على مسلسل من ملاحم او من ملحمه الف ليله وليله، جودر بن عمر واخويه. طبعا بطل المسلسل هو، انا قلت الكلام ده امبارح بس لازم انا عايز اقوله تاني، هو نجم من اهم نجوم مصر والعالم العربي، ودي حاجه مهمه جدا. ونجم عنده رحله مش بس صعود للنجوميه، لا، رحله تطور مذهله في الاداء. ومن اكتر الحاجات اللي انا بشوفها له ولا امل من ان انا اشوف المشهد، مشهدين تحديدا ليه في فيلم الفرح، مره وهو بيتخانق بضرب شيش بتاع الشباك، ومره وهو بيدافع عن حبه وزواجه ومراته في وسط الشارع. مشهدين انسانيين مذهلين، عملهم بمنتهى البراعه. نجمنا الرائع دائما ياسر جلال معانا على التليفون. ايه التقديمه الجميله دي يا استاذ؟ دي اقل حاجه تتقال لك والله العظيم. يا حبيبي مساء الفل على عيونك، ومنور الشاشه بتاعتك بطلتك الجميله وكاريزمتك الحلوه. يا خبر ابيض، انت بقى كده واسلوبك المتميز، انت عندك اسلوب متميز كده، في بتجمع بين خفه الظل وطبعا انت مثقف جدا. لا العفو العفو، بجد انت ليك اسلوب خاص بجد. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب، اصل انا بحبك. احنا عمرنا ما التقينا، بس المهم كده انا مطمن، لانه امبارح واحنا بنتكلم مع الاستاذ انور عبد المغيث قال لنا انك بتقوم باخطر مشاهد في حلقات جودر. انت قلت ياسر غارق بقى ما طلعش من البحر. لا ما احنا بقى والله قلت له هو، طب ايه؟ طبعا هو مش عاوز يكشف لي حاجه، فقلت له يعني هو بنفسه في الميه دلوقتي؟ قال لي، قلت له طب ده الميه لوحدها بقت ثلاجه، ايه اللي نزله الميه؟ قال لي بيطلع الكنوز وبس. هو بص، هو طبعا هو مش هو ده المشهد اللي انا بطلع فيه الكنوز، لان المشهد فيه كنوز، فيه جزء منه جرافيكس كبير. أوكي. انا طبعا اسمح لي طبعا يا استاذ يوسف، عايز احيي طبعا يعني المتحده طبعا في المقام الاول يعني على تحمسها للعمل، وعلى شركتين انتاج كبار، ميديا هاب استاذ محمد السعدي طبعا، والاستاذ تامر مرتضى أروما لهذا المشروع. أروما طبعا، هو الاستاذ تامر مرتضى مش بس عامل الجرافيكس بتاع المشروع، لا هو كمان المنتج بتاع المسلسل مع الاستاذ سعدي. بصراحه الاثنين يعني شاحنين كل طاقتهم للمسلسل ده، يستحق. بجانب طبعا المخرج الكبير جدا جدا الشاطر جدا اسلام خيري، اللي انا اول مره بتعامل معاه وبشتغل معاه، بس الراجل ده بجد حساس قوي وفاهم هو بيعمل ايه، بيهتم بالتفاصيل، مجتهد جدا جدا. وكوكبه كبيره اسمح لي احييهم من يعني الناس بقى، العناصر العمل الفني بقى، مهندس الديكور الاستاذ احمد فايز مهندس كبير طبعا، مدير التصوير العظيم استاذ تيمور الله، ومعانا استاذه منى التونسي الستايلست ومصممه الازياء، والاستاذ طبعا لسه جاي دلوقتي من عند، كنت بعمل دوبلاج مع المهندس الكبير باشمهندس حسن ابو جبل الصوت، وبيعمل المكساج للمسلسل. فطبعا احنا معانا عناصر قويه جدا. الممثلين بقى او الممثلون والممثلات حدث ولا حرج، قول يعني اساتذه كبار، انا مش عايز اقول الاسماء علشان ده مش ترتيب طبعا، لان هم كلهم قبل مني وكلهم على راسي من فوق. لو حبيت ابدا ما اقدرش ابدا من غير ما ابدا بالاستاذ الكبير قوي الاستاذ رشوان توفيق، الله، استاذ عبد العزيز مخيون جميله نور، استاذ القمه استاذ احمد بدير، استاذ ياسمين رئيس، واعذرني ان انا بعد اسماء زمايلي، لان انا برضو حقهم عليا سجلت ان انا احييهم واتكلم عنهم وكتير، يعني استاذ محمد التاجي واستاذ وليد فواز واستاذ ياسر التوكي واستاذ وفاء عامر النجمه، وفاء عامر والنجمه ايتن عامر، وضيفة شرف النجمه هنادي مهنا، ومين تاني؟ انا خايف انسى حد والله يا استاذ يوسف، انا هيحصل لي مشكله. لا لا لا، ما حدش يقدر يعني، هم مين هيعرف يقرب من ياسر؟ معانا طبعا جيهان الشماشيركي، الوجه الجميل الشابه المنطلقه بسرعه الصاروخ ان شاء الله. وانا في الدور ده بعمل مراحل عمريه، يعني احنا جودر وهو شاب بيبدا وهو عنده 30 سنه، يعني اول ظهور لجودر شابا وهو عنده 30 سنه، وبيمر بقى بمراحل عمريه، يعني اول حلقتين كده هو عنده 30 سنه، وبعد كده بيكبر شويه. ويكبر لحد كام؟ مش عايز احرق لك الاحداث بقى، ما يعني انا بديك حاجات ابصي لك حاجات. بص انا ربنا فعلا يعلم انا بحبك قد ايه، بقدرك قد ايه، بحترمك قد ايه، بس على كمان لا والله العفو. وبعدين بس موضوعيا انا بحب اصلي الف ليله وليله جدا.
من لما كنا صغيرين كلنا، يعني احنا قريبين من بعض في السن، فكلنا بنحب ألف ليلة وليلة، اي حد في الدنيا بيحب ألف ليلة وليلة، بس انت فتحنا عينينا عليها. ان قوي يعني ان جدا ابطال ألف ليلة وليلة وشخصية جودر بن عمر هي بتاعت ياسر جلال، ربنا سبحانه وتعالى عايز كده. تعرف يا استاذ يوسف، احنا في ظل الظروف الضغوط اللي حوالينا في الحياه، سواء السياسيه والحروب اللي احنا بنشهدها حوالينا من كل ناحيه، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ومع ضغوط الحياه القاسيه والظروف الصعبه اللي كنا بنمر بيها، يا رب وربنا ينصر بلدنا ويعدي الظروف دي على خير بقياده السيد فخامة الرئيس طبعا اللي بيقود السفينة، وإن شاء الله هيعدي بينا على خير بأمر الله يا رب. إحنا محتاجين نهرب يعني شوية، نروح لعالم الخيال والحواديت والأساطير. صح، بيحصل لك نوع من الريليف، الراحة النفسية كده، بتروح للبراءة بتاعة الحدوتة. يعني أنت حتى تلاقي الاعمال اللي هي بتاعت الف ليله، علي بابا وعلاء الدين والسندباد والسندباد والكلام ده كله، انت لما بتتفرج عليه بتلاقي نفسك انت ارتحت، جالك نوع من الراحه النفسيه. ايوه، بتفصل، بتروح حته ثانيه. ما اتعملتش بقى كتير، لو اتعملت عدوا عليها، مروا عليها مرور كرام. والاستاذ انور عبد المويس، وانا شفت طبعا لقائه مع حضرتك، شفته متاخر امبارح معادا او النهارده تقريبا، كان لقاء ممتع الصراحه. الله يخليك. وهو عمل في ألف ليلة، عمل من جودر دي حكاية كتيرة قوي، يعني أضاف لها أشياء وبدل في أسامي الشخصيات ودخل أقطاب صراع جديدة وعناصر صراع جديدة، عمل منها حكاية كبيرة قوي. يعني هو عمل طبخة جديدة، يعني ما خدهاش زي ما هي كلاسيكيا، هو أضاف عليها خالص. لا، أضاف عليها كتير وغير فيها كتير. طب ده حاجة عظمة، انت كده شوقتنا أكتر من اللازم، ان احنا اللازم يعني مش عارف اقول لك ايه، انا عايز اسرق اي حاجه من جوه الاحداث بس مش هينفع برضه. طب قول لي انت عايز تعرف ايه؟ تعال ناخد السؤال الابسط والاسهل. طب جودر مكمل معانا لحد ما هيبقى عنده كام سنه؟ جودر مكمل معانا لحد ما يبقى عنده كام سنه؟ يعني لحد ما يبقى قد كده. طب لا، يبقى لسه صغير، ده كده 40 مثلا. مش هيكبر كتير قوي يعني، مش هيكبر يعجز يعني. طب امبارح كان ياسر جلال غطسان في الميه ليه؟ بص يا سيدي، احنا عندنا مشهد جوه البحر. والمفروض ان انا يعني بهرب يعني، فبعوم بقى في وسط البحر. هو للامانه انا كنت بصوره في مكان يعني فيه خوط كتير جدا جدا، وبنعمل بقى ميه وامواج وبتاع، فكنا بقى الامواج يعني بتتحرك وانا جوه الحكايه. ده باختصار يعني، ده باختصار. احدد يعني وافصل اكتر. طيب انا مش هحاول ان انا احرق المسلسل، ولا احاول استنطقك بكلام مش المفروض ان احنا نتكلم فيه علشان نحافظ على المسلسل بحلاوته. طب بس قبل ما انسى، انا نسيت برضو الاستاذ محمود البزاوي، معانا عامل دور برضو عظيم. الله، معانا يعني. الله، عامل دور الله عظيم يعني. الله الله. طب ما اعرفش ليه انا نسيت فجاه يعني الاستاذ احمد كشك معانا، عامل الله دور هايل برضو. ده المسلسل ده في فريق الاحلام ولا ايه؟ ايوه بالظبط كده. والله بجد ما شاء الله، ربنا يا رب يتموا عليكم بس بالخير، وكلكم تبقوا يعني ان شاء الله مبسوطين بيه، ويحقق اعلى مشاهدات في الدنيا ان شاء الله. طيب، هل انا عارف ان ده بيبقى صعب، وانا راجل امين جدا في الطرح، هل لو خلصته قبل رمضان او في اول اسبوع في رمضان، هينفع نتقابل ونعمل حلقه ونذاعها في العيد؟ بص طبعا، عشان مش هاخد منك اجازه العيد، والا ابقى انا راجل مفتري، وبعدين اي طلب من النوع ده اصلا طلب لازم يقبل بالرفض، انا شخصيا بحب اجز في العيد. لا لا لا، اولا انا شرف كبير ليا ان انا لا انا اللي اتشرف، ما تقولش كده، العفو. ما فيهاش جدال يعني. بس انا هستاذنك تدينا فرصه، لان احنا بنصور، احنا ايه بقى الموضوع، حضرتك تبقى عارف احنا 15 حلقه. حلو. هنبقى ان شاء الله في النص الثاني من رمضان ان شاء الله. اوكي. احنا دي معلوماتي لغايه دلوقتي. حلو. وبعدين كمان احنا ال 15 حلقه، احنا 15 من 30 حلقه، احنا هنخلص تصوير ال 30 كلهم في رمضان ان شاء الله. يعني ان شاء الله هنخلص، الا لو بقى لنا 3 4 5 ايام، فدول هيبقوا بعد العيد مثلا، لكن احنا مسلسلنا 30 حلقه بيه. فاحنا اللي هنعرض منه فقط الجزء الاول اللي هو ال 15 حلقه.
احنا لان طبعا في شغل صعب كتير في المسلسل، كان محتاج ياخد وقت، كان محتاج يتجهز صح. احنا مش ملهوفين ان احنا نعرض 30 حلقه ويبقى عندنا حاجات مش منضبطه ومش مظبوطه وبتاع، احنا فضلنا ان احنا نعرض 15 حلقه ويل ميد معمولين كويس، علشان احنا بنحترم المشاهد. حلو قوي. وبنحترم نفسنا. طب دي الحكايه. فاحنا طبعا هنفضل نصور، دي طبعا ما فيهاش كلام يعني. الشهر المبارك. طب هو صحيح ال 15 حلقه التانيين هيتعرضوا امتى؟ والله ده قرار بقى المتحدة. لان احنا وارد ان هم يتعرضوا رمضان 2025، وارد ان هم يتعرضوا بعد رمضان او بعد العيد بشهرين ثلاثه، على حسب بقى صدى الجزء الاولاني. احنا طبعا بذلنا اقصى جهد وبنعمل شغلنا بحب باحترام، والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. واحنا بنتمنى ان طبعا كل الناس تدعمنا، لان احنا نيتنا حلوه، بنعمل تجربه صعبه وبقالها كتير ما اتعملتش. صحيح. فاحنا محتاجين مسانده، محتاجين مسانده من كل الناس اللي بتتفرج علينا، محتاجين مسانده من الاعلام، محتاجين مسانده من الشباب اللي على السوشيال ميديا، لان دلوقتي بقى الشباب على السوشيال ميديا بقوا يعني، واسمح لي اقول ده امر واقع فرض نفسه، بقى مش عايز اقول زيهم زي الاعلاميين، لا هم طبعا بقوا نوع من الاعلام خاص جدا. صحيح. الناس بقت تفهم دلوقتي يا استاذ يوسف، يعني انا بتفاجئ ان في شباب يوتيوبرز بيحللوا الاعمال الفنيه ولا اكبر ناقد فني. ومركزين يعني وبيدققوا في التفاصيل جدا، لا وفاهمين هم بيقولوا ايه ومتابعين، وزي تحسهم دارسين. صحيح. ده 100%. يعني ما عرفش ينفذ عن طريق مثلا القنوات العاديه التقليديه، فلقى نفسه ملاذ ان هو يطلع على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب. صح. يقدم نفسه. صح. فالواحد بيبقى فخور لما بيتفرج عليه. صحيح صحيح. وهتبقى حلقه مختلفه، خصوصا ان انا سمعت عن ابنك. عن ابنك جلال. امبارح استاذ انور بقول له شوف قد ايه ياسر هادي وعاقل، وشوف قد ايه رامز مذهل. فقال لي ياسر بقى عنده ابنه جلال اكتر من رامز 10 مرات. هو يعني بس بنحاول نهديه شويه. ربنا يخليه يا رب ويديله صحه. قدريه بنتي زيي بقى، الستايل الهادي ده ورصينه، ربنا يخليه. ياسر جلال عنده قد ايه وقدريه عندها قد ايه؟ قدريه ان شاء الله هتتم 17 في شهر 7 اللي جاي، وجلال ما شاء الله هو عنده 14 ونص. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يخليهم ربنا يخليهم يا رب. خلاص يبقى احنا لما هنيجي نلتقي غالبا نلتقي بيكم انتوا الثلاثه اسريا بقى. يعني نجيب العيلتين ونقعد مع بعض. تبقى حلوه دي. ده انا اتشرف والله. انا اللي اتشرف والله العظيم. وشكرا جدا على المداخله، وانا عارف انك كنت بتعمل دوبلاج ومشغول وخرجت لنا مخصوص وعطلتك كتير كمان. عطلتك كتير على راسنا، ربنا يخليك. لا خالص، ده انا اللي خدت من وقت البرنامج والله. ده احنا يا بختنا، احنا بنتكلم. شرف كبير. يا رب يخليك يا استاذ، الف الف شكر ليك، كل الشكر لنجم يعني بكل ما تعنيه وتحمله الكلمه من معنى. هو نجم في اخلاقه، ونجم في فنه، ونجم في رقيه، ونجم طبعا في شكله، يعني معبود الجماهير زي ما بيتقال كده. ياسر جلال نورت وشرفت.